ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، كنا في الجمعة الماضية قد شرعنا في الكلام على أحكام السوق، وإنما جرنا الكلام على ذلك ما عم الناس من المعاملات، من المعاملات المحرمة غير المشروعة. وكنا قد أشرنا إلى بعض آداب الأسواق، وها نحن اليوم نتم ما تبقى بإذن الله جل وعلا. فمن آداب الأسواق عباد الله إلقاء السلام، فالسلام اسم من أسماء الله جل وعلا، وهو تحية الإسلام. وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: السلام اسم من أسماء الله، وضعفوا في الأرض فأفشوه بينكم، فإن الرجل إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم السلام، فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم. رواه البزار والطبراني بإسناد حسن. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الإسلام خير؟ قال عليه الصلاة والسلام: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تدخلوا الجنة. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وروى البخاري في كتابه الأدب المفرد بإسناد حسن من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفشوا السلام تسلموا، أفشوا السلام تسلموا. فالجزاء عباد الله من جنس العمل، فمن أفشى السلام أسلم وسلمه الله جل وعلا. وروى الطبراني بإسناد جيد أيضا من حديث عبد الله بن المغفل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأبخل الناس من بخل بالسلام، وأبخل الناس من بخل بالسلام. فينبغي عليك أخي المسلم أن تتنبه لهذا الأمر، وأن تكون مفشيا للسلام، كما ينبغي لنا عباد الله أن نعلم أن السلام كما يكون عند قدوم المجلس فإنه يكون أيضا عند مفارقة المجلس. فقد روى أبو داود والترمذي
بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. أي أن الإنسان إذا جاء إلى مكان ما أو إلى مجلس ما أو إلى قوم من الأقوام فسلم عليهم، فإنه إذا أراد أن يفارقهم لزمه أيضا أن يسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: فليست الأولى بأحق من الآخرة. وروى الإمام مالك ومن طريقه البخاري في كتابه الأدب المفرد بإسناد صحيح أن الطفيل بن أبي بن كعب رضي الله تعالى عن الجميع كان يأتي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فيغدو معه إلى السوق، قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط، أي الذي يبيع الثوب الرديء والقديم، قال: لم يمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما على سقاط ولا صاحب بيعة، أي مكان للبيع، ولا مسكين ولا أحد إلا يسلم عليه. قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يوما فاستتبعني إلى السوق، أي طلب منه أن يتبعه ليذهب إلى السوق، فقال أي الطفيل: فقلت: وما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها أحدا ولا تجلس في مجالس السوق، فاجلس بنا هاهنا نتحدث. فقال عبد الله رضي الله تعالى عنهما: يا أبا بطن، يا أبا بطن، وكان الطفيل صاحب بطن، قال: يا أبا بطن، إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقينا. وفي رواية أخرى للبيهقي أنه قال: إنما أغدو لمسلم ويسلم عليه. وروى البيهقي أيضا في كتابه شعب الإيمان من طريق بسنده إلى إبراهيم التيمي وإبراهيم النخعي رحمه الله تعالى الجميع أنهما دخلا بيتا من بيوت السوق فسلما حين دخلا وسلما حين خرجا. ومن آداب السوق أيضا عباد الله غض البصر، فالسوق محل وعرضة لتواجد الرجال والنساء، ولذلك فقلما تسلم الأسواق من وجود المناظر المحرمة، وخاصة في هذه الأزمنة المتأخرة التي كثر فيها خروج النساء واختلاطهن بالرجال دون وجود من يردعهن، فلا رادع شرعيا في أنفسهن يمنعهن، ولا رادع سلطانيا يمسكهن. ومن جهة أخرى اللباس الفاضح الذي شاع وداع في أوساطهم، ولذلك فمن كان بالسوق فهو معرض للنظر المحرم، كما أن المرأة أيضا معرضة للنظر المحرم. فالواجب إذن على كل من المسلم والمسلمة أن يلتزم بهذا الأدب العظيم قال جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما تعملون. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جنوبهن. واعلم رحمك الله أن بداية الفتنة من النظر، فالعين مرآة القلب، فمن غض بصره غض القلب شهوته وإرادته، وإذا أطرق العبد بصره أطرق القلب شهوته وإرادته. وفي الصحيحين من حديث
من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما رأيت شيئا أشبه باللبن مما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لنا حاله، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. قال ابن بطال رحمه الله تعالى: سمى النظر والمنطق زنا لأنه يدعو إلى الزنا حقيقة. انتهى كلامه رحمه الله. وانظر رحمني الله وإياك إلى هذا الحديث حيث ذكر أول ما ذكر زنا العين، فالنظر بداية الشر والفتنة عياذا بالله. كل الحوادث نبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغير موقوف على الخطر، موقوف على الخطر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغير موقوف على الخطر، يسر مكلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. ومن الآداب أيضا عباد الله عدم الصخب بالأسواق، فقد روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما بصفة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مما جاء ذكرهم في حديث أنه عليه الصلاة والسلام ليس بفظ ولا مليض ولا صخاب، بل هو ولا صخاب من أسواق، ولا يجمع السيئة بالسيئة، ولكن يأخو ويرفع إلى آخر الحديث. والصخب، ويقال له الصخب أيضا، المراد به هو شدة الصوت ورفع الصوت بالحصان والإجهاد والباطل، فليحذر المسلم من هذا الخلق الذميم، وإنما ينبغي له أن يتحلى بالسكينة والحلم والوقار، وليس من اللائق بالعاقل أن يثور لأجل دنانير معدودة. ومن الآداب أيضا عباد الله أن يحذر من يرتاد الأسواق من الأيمان الكاذبة وكثرة الحلف أيضا. والأصل عباد الله أن يجتنب المسلم الحلف في البيع والشراء، فقد قال عليه الصلاة والسلام لما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أي أنه ينفق السلعة إلا أنه يمحقها عياذا بالله. وقال عليه الصلاة والسلام: إن التجار هم الفجار. قال: يا رسول الله، أليس قد أحل الله البيع؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بلى، ولكنهم يحلفون فيأثمون، ويحدثون فيكذبون. رواه الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله تعالى عنه بإسناد جيد، أي هؤلاء الذين يقعون في هذه المعصية فجار عياذا بالله. وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة الحلف، فقال: إياكم وكثرة الحلف بالبيع، فإنه ينفق ثم يمحق. رواه مسلم والنسائي وابن ماجه في حديث قتادة رضي الله تعالى عنه. هذا إن كان الحلف حقا، فكيف إن كان باطلا؟ الأمر أشد وأشد. فعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، فقلت: أي الخلق؟ خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل، أي الذي يترك إزاره تحت الكعبين. المسبل والمراد به المفاخر. قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. فالواجب عليك أخي المسلم أن تتوقع اليمين والحلف، فإن ذلك مما يوقع في الإثم، ولربما يكون قد اشترى الرجل السلعة يوم كذا أو بثمن كذا فيحلف على غير ذلك،
فيتحمل الآثام عياذا بالله. وربنا جل وعلا يقول: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والمسلم العاقل عباد الله يطلب السلامة لنفسه. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد عباد الله، فإن من الآداب التي ينبغي أن ننبه عليها فيما يتعلق بآداب وأحكام السوق ما يتعلق بخروج المرأة إلى الأسواق. فإن الأصل في المرأة عباد الله أن تقر في بيتها ولا تقر من بيتها إلا لضرورة ملحة أو حاجة تقتضيها، وذلك وفق ضوابط شرعية. قال ربنا جل وعلا: وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقد جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة المرأة في خدرها خير لها من صلاتها في غير ذلك من المناكب، لما في ذلك من العرضة للتكشف، لما في ذلك من العرض للتكشف كما ثبت في الحديث الصحيح. وعليه فكلما كانت المرأة أستر كانت أسلم وآمن، وكذلك يكون الرجال أسلم وآمن من الوقوع في الفتنة. فإذا استشرفت المرأة بالخروج كان ذلك مدعاة لوقوع الفتنة عياذا بالله. ولذلك فإنه مما يجب على المرأة أن تلتزم به هو ما أوجبه عليها ربنا جل وعلا حفاظا على نفسها وأمنا للرجال منها. وقد جاوز الأمر حده عباد الله في هذه الأزمنة الأخيرة، إذ اضطرت المرأة تخرج لقضاء كل شيء حتى ثمة أشياء قد يوجد من يذوبها في قضائها من الرجال، إلا أنه خلي إليها لولاها الأمر، خلي لها الأمر واتسع الباب وزاد على حده، وصار الأمر يخول للمرأة فتخرج لقضاء ذلك. وهذا والله لهو عين الشر والفساد. والواجب عباد الله أن يقوم الرجل بشؤون أهله، لا أن يفتح الباب على مصراعيه دون رقابة. وفي الحديث الصحيحين في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. وأنت أخي المسلم تعلم أن في خروج المرأة تعرض لها لأمور كثيرة، فكيف يرضى المسلم بذلك؟ ولا يجوز للمسلم أن يرضى بالخبث في أهله، فإن ذلك من الديانة، والديون لا يدخل الجنة كما قال صلى الله عليه وآله وعلى آله وسلم فيما رواه أحمد من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فإذا كانت الحاجة ملحة أو هم ضرورة لخروج المرأة إلى السوق، فيلزمها أن تخرج بالضوابط الشرعية المعروفة من تستر بشرطه، وهو الجلباب أو الحجاب الشرعي الذي ذكر الله جل وعلا في كتابه، وأن يكون معها غيرها، وخاصة في هذه الأزمان التي كثرت فيها الفتنة والشر والفساد عياذا بالله. كما أنه من الواجب عباد الله إذا اقتضت الضرورة لخروج المرأة أن تخرج المرأة المتجالة، وهي المرأة التي لا حاجة للرجال فيها، فما دام هي قادرة على قضاء هذه الحوائج فلا يصح للشابة أن تخرج إلا إذا امتنع الأمر، فلها أن تخرج بالضوابط التي سبق ذكرها. كما أنه من الضوابط أيضا أن لا تتعطل المرأة، فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما امرأة استعطلت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية. رواه الحاكم بإسناد حسن من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وفي رواية لأبي داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء. حديث صحيح. كما
كما أن من الآداب والضوابط لخروج المرأة أن تلتزم بالحشمة والحياء وعدم الإنعطاف والتلين في الكلام وعدم الإكثار من الكلام وإنما تتكلم قدر الحاجة وعدم الضحك والابتسام. وإذا كان ثمة معها من الأولاد أو البنات الصغار من يتكلمن في مكانها فذلك أفضل وأولى. قال ربنا جل وعلا: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وإن من أجهى وأعجب الأمور التي صار يتساهل فيها الرجال والنساء ما صار في هذه الحوالي من وجود مكان خاص للمقاس، فتدخل المرأة وتتخلى من ثيابها وتقيس الثوب الذي تريد أن تشتريه. وقد وقع من جراء هذا الكثير من المحظورات والمفاسد الكثيرة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا عتكت الستر الذي بينها وبين ربها. رواه الترمذي من حديث أبي المليح الهذلي رضي الله تعالى عنه. فالواجب علينا عباد الله أن نتحلى بهذه الآداب وأن نتمسك بها، فإن فيها التزاما بشريعة ربنا تبارك وتعالى. والله جل وعلا نسأل أن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل. والله جل وعلا نسأل أن يمن علينا جميعا بالاهتداء إلى صراط المستقيم والتمسك بشرعه الحكيم، إنه سميع قريب مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.